بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس الثامن. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات وما بعدها في بيان أحوال اليهود مع الرسول صلى الله عليه وسلم بل أحوال أهل الكتاب يهود ونصارى مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الواجب عليهم وهم أهل الكتاب وأهل العلم ويعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون رسالته بما عندهم من الكتاب التوراة والإنجيل من أوصاف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله جل وعلا لا يخفى عليهم أنه رسول الله حق ومع هذا قابلوه بالجحود والإنكار والسخرية وغير ذلك عن علم ومعرفة لا عن جهل من كانت هذه حاله فعقوبته عند الله أشد عقوبته عند الله أشد من الجاهل
الله سبحانه: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود والنصارى. اليهود عندهم التوراة، النصارى عندهم التوراة والإنجيل. كان المتوقع منهم المبادرة إلى الإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن العكس حصل من أكثرهم لا من كلهم. أن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى يشترون الضلالة، يشترون الضلالة، يستبدلون الضلالة بالهدى والإيمان بالكفر، كحالة الذي يشتري السلعة راغبا فيها. فهم اشتروا الضلالة والعياذ بدل الهداية. ولا يكفي هذا منهم، لم يكتفوا بأنهم ضلوا في أنفسهم، بل يريدون أن يضلوا غيرهم، ويريدون أن تضلوا السبيل، يريدون أن تضلوا أيها المسلمون، أن تضلوا السبيل أي الطريق الصحيح، كما قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. لو يضلون، هذه أمنيتهم دائما وأبدا مع المسلمين، يحاولون إضلال المسلمين، يخططون المخططات الكفرية لإضلال المسلمين عن دينهم، ولكن لن يستطيعوا ذلك ولله الحمد، بل يخيب الله أمنيتهم ويريدون أن تضلوا السبيل. ثم قال جل وعلا: والله أعلم بأعدائكم إن خفيت عليكم عداوتهم أو تملقوا لكم فإن هذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا تولاكم ويهديكم ويبطل كيد أعدائكم. فمن تولاه الله عز وجل فلا خوف عليه، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كفى بالله وليا لكم أيها المؤمنون، وكفى بالله نصيرا ينصركم من أعدائكم، فهو يهديكم ويثبتكم، وأيضا يدفع كيد أعدائكم عنكم وينصركم عليهم. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا ما زال الحديث عنهم، من الذين هادوا يعني اليهود، اليهود سموا يهودا من قول موسى عليه السلام
هدنا إنا هدنا إليه، أي رجعنا وتبنا من الذين هادوا، أي من اليهود. اليهود أشد عداوة للمؤمنين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أو شابهوا المشركين والعياذ بالله، مع أنهم أهل علم وأهل معرفة، والمشركون أهل جهل أو شابهوا الجهال. من الذين هادوا ماذا يعملون وما هي مهنتهم؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذه صفة اليهود، أنهم إذا جاء القرآن أو التوراة أو الإنجيل بغير ما يرغبون يحرفونه عن معناه ويصرفونه عن معناه، يحرفون الكلم عن مواضع عن معانيه الصحيحة التي يدل عليها، والتحريف على نوعين: تحريف اللفظ بزيادة أو نقص، نقص حروف أو زيادة حروف في اللفظ، وذلك في مثل قولهم حطة لما أمرهم الله أن يتوبوا إليه وأن يقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، حطة كلمة استغفار أمرهم الله، وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، حرفوها وزادوا فيها حرف النون، قالوا حنطة حنطة، يريدون الأكل، هم همهم بطونهم، حرفون كلام الله جل وعلا، زادوا النون بدل حطة حنطة. هذا من تحريف اللفظ. تحريف المعنى أن يفسروه بغير تفسيره ويؤولونه بغير ما يدل عليه، هذه حرفة اليهود مع كتاب الله عز وجل، مع التوراة، مع الإنجيل، مع القرآن، هذه حرفة تحريف، تحريف اللفظ وتحريف المعنى عن مواضعه. وشابههم في هذا علماء الضلال من هذه الأمة الذين يحرفون النصوص والأدلة عن مدلولها لتوافق مذاهبهم، فمن حرف النصوص عن مدلولها تحريف لفظ أو تحريف معنى فهو مشابه لليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا موقفهم من الكتاب تحريف، موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون سمعنا وعصينا، يقولون للرسول سمعنا وعصينا، وكان الواجب أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لكنهم والعياذ بالله أخذتهم العزة بالإذن، قالوا سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية، ويقولون سمعنا وعصينا. قال
قالوا هذا مع التوراة والإنجيل ثم قالوه مع القرآن سمعنا وعصينا. ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع غير مسمع، اسمع منا، اسمع منا غير مسمع، أي لا تسمع منا ما تريد ولا ما ترغب، وإنما تسمع منا خلاف الحق، خلاف ما تريد. فهم يريدون أن يسمع الرسول لهم ولا يسمعونهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اسمع منا ولا نستمع إليه، اسمع غير مسمع، اسمع منا ونحن لا نسمع إليه. ويقولون راعنا في الأصل لا بأس بها، راعنا أي راعي أحوالنا، راعي أحوالنا، هم لا يريدون هذا، يريدون راعنا من الرعونة، من الرعونة لا من الرعاية، الرعاية طيبة إنما يريدون الرعونة. فهم يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالرعونة وهي خفة العقل، الله العالم أرجح العالمين عقلا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون إنه مهزوز العقل فيه رعونة، تنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم. راعنا ليا بألسنتهم، يلوون ألسنتهم، هذه عادتهم، يلوون ألسنتهم في الكلام ويأتون به على غير وجهه، يلوون، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لين بألسنته وطعنا في الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان فيه رعونة فإن دينه مطعون فيه، مطعون في دين الإسلام، لأن نبيه فيه رعونة وخفة عقل، نسأل الله العافية. لين بألسنتهم وطعنا في الدين، هذه مقالتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، لو أنهم جاءوا بالكلام الطيب وتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم عند الله جل وعلا. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قولهم سمعنا وعصينا، واسمع، اسمع شكايتنا ومشكلاتنا وأجبنا عليها، بدل قولهم اسمع غير مسمع، وانظرنا بدل راعنا، لأن انظرنا ما فيها احتمال، ما فيها احتمال، أما راعنا فيها احتمال أنها من الرعاية أو من الرعونة، أو أخذوا الجانب الثاني من الرعونة، ولا يقولون انظرنا لأنه ما تخدمهم، ما فيها معنى ثاني ولا احتمال آخر، لكان خيرا لهم،
وأقوم أقوم في النطق والمخاطبة والأدب، ولكن الذي صرفهم عن هذا أن الله لعنهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، يعني طردهم عن رحمته. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا جزاؤهم على ما صدر منهم، لكن لعنهم الله بسبب أي شيء؟ بكفرهم، لعنهم الله بكفرهم. لما كفروا لعنهم الله عز وجل، طردهم وأبعدهم من رحمته. فلا يؤمنون، فلا ما دام الله لعنهم فإنهم لا يقبلون الحق ولا يؤمنون، إلا قليلا منهم من اليهود آمنوا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب مؤمنون، أو كلهم كفار ولا كلهم معاندون، بل منهم من قبلوا الحق. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، إلا قليلا منهم، وأما الكثير منهم فهم والعياذ بالله عاندوا وكابروا وكفروا، لعنهم الله. إلا من آمن فإن الله رحمه من أهل الكتاب، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أهل الكتاب منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون والعياذ بالله. مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذا من أحبار اليهود، بمجرد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أحبار اليهود في المدينة، بمجرد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع الناس عليه يستقبلونه عليه الصلاة والسلام، جاء عبد الله بن سلام فنظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى وجه الرسول قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب. فبادر رضي الله عنه بإعلان إسلامه، وغيره ممن أسلم من اليهود والنصارى، هؤلاء لا يدخلون تحت الذم والوعيد، بل يدخلون تحت الرحمة والوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. الذي آمن بموسى وعيسى من أهل الكتاب، ثم لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم آمن به، له أجران: أجر إيمانه بالأنبياء السابقين، وأجر إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هؤلاء الذين آمنوا بهذا الكتاب، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال جل وعلا موجها الخطاب إلى هؤلاء: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يعني القرآن موافق للكتب السابقة، مصدق لها لا يخالفها، الكتب الصحيحة لا المحرفة، القرآن يوافقها. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، نزلنا وهو القرآن الكريم، مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل،
وأيضا التوراة والإنجيل فيهما أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن فيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم مطابق لما في التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وإلا فانتظروا العقوبة، انتظروا العقوبة من قبل أن نقمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. نقمس وجوها معنى أن الله جل وعلا يمسخ وجوههم، يزيل العينين والأنف والملامح الطيبة في الوجه ويجعله مقموسا والعياذ بالله، كما أنهم طمسوا الحق فإن الله يطمس وجوهها ثم يردها على أدبارها، بدل ما يكون الوجه في القبل يكون الوجه في الدبر، يكون وجه هؤلاء منكوس بدل ما يكون في مقبلا في مواجهته يكون في قفاه والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم طمسوا الحق والعياذ بالله وغيروا الحق، والله يغيرهم، يغير خلقتهم عقوبة لهم. وإن لم يحصل لهم الطمس والرد على أدبار تجيهم اللعنة والعياذ بالله، تأتيهم اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى. وإن بقيت وجوههم على حالها وخلقتهم لم تغير تأتيهم ما هو أشد من ذلك وهو اللعنة، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. أصحاب السبت كما ذكر الله في سورة الأعراف، كما ذكر الله في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبت. الله جل وعلا حرم عليهم صيد السمك يوم السبت الذي هو يوم اليهود تفرغون فيه للعبادة، اليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الأحد، المسلمون لهم يوم الجمعة، هذه الأيام لأهل الملل تفرغون فيها للعبادة، فأضل الله اليهود النصارى عن يوم الجمعة وهدى له المسلمين الذي هو اليوم المبارك. الله جل وعلا حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فهم امتنعوا في الظاهر من صيد السمك يوم السبت، لكنهم عملوا حيلة، عملوا حيلة للسمك، ومن ابتلاء الله لهم أن يوم السبت تأتي الأسماك كثيرة، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ابتلاهم الله جل وعلا فصار السمك يأتي بكثرة يوم السبت، فطمعوا فيه لكنهم ممنوعون من اصطياده. ماذا يعملون؟ جعلوا شباكا نصبوها، فإذا جاء السمك وقع فيها يوم السبت، فإذا راح يوم السبت أخذوها من الشباك، احتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى.
عند ذلك لعنهم الله ومسخهم قردة، والعياذ بالله، مسخهم قردة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، والعياذ بالله، قال الله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أسأل الله العافية. فالله توعد اليهود الذين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدر منهم ما صدر في حق القرآن وفي حق الرسول، توعدهم بما حصل لإخوانهم يوم السبت الذي يعرفونه ولا ينكرونه: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قدر الله لا بد أن يقع، أمر الله يعني أمره الكوني القدري مفعولا لا بد أن يقع. فلا تتهاونوا بهذا الأمر، وبادروا إلى التوبة، فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم، وأن يجنبنا وإياكم والمسلمين صراط المغضوب عليهم والضالين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يخذل أعداءه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: أنا من أهل جدة وآتي إلى مكة كل يوم خميس واثنين، هل علي طواف وداع إذا أديت فريضة الحج؟ الحج نعم، إذا حج وآت من أي مكان من جدة أو من غيرها إلى حج، فلا يخرج من مكة إلى أهله حتى يطوف للوداع سبعة أشواط. نعم. يقول: هل يجوز أن أشتري بطاقات شحن رصيد للجوال بعشر ريالات وأبيعها بمكسب ريال واحد معجلا؟ إذا كانت هذه البطاقات معروفة ومضبوطة تشتريها وتقبضها وتستلمها ثم تبيعها فلك ذلك، لأنها أصبحت ملكا لك، بيعها حالا أو مؤجلا. نعم. يقول: هل يجوز الأخذ من شعر الخدين والرقبة أم تدخل في اللحية؟ أما الرقبة فنعم لا بأس، وأما
الخدين فإذا كان على العوارض لا، العوارض من اللحية، العارضة من اللحية. أما إذا كان ليس من العوارض وهو يؤذي خده فلا بأس. نعم. يقول جئت من بلدي أنوي العمرة لكني أجهل من أين أحرم، فلما وصلت إلى مكة قيل لي أذهب إلى التنعيم وأدي العمرة وأحرمت بعمرة، هل علي شيء؟ نعم، كان الواجب عليك أنك رجعت إلى الميقات الذي مررت به بقدومك إلى مكة وأحرمت منه، ولكن لما لم ترجع وأحرمت من التنعيم يكون عليك فدية، عليك ذبح شاة في مكة توزعها على المحتاجين والفقراء، فإذا لم تجد ثمن الشاة تصوم 10 أيام. نعم. يقول المولود الذي مات بعد ولادته بساعة أو بأقل من ذلك هل عليه عقيقة؟ نعم، ما دام أنه تم له 4 أشهر ونفخت فيه الروح ثم مات في بطن أمه أو بعد ولادته يستحب له العقيقة. نعم. يقول ما هي عقيدة الأئمة 4؟ هل كانوا على عقيدة السلف الصالح؟ بلا شك هم من السلف الصالح، الأئمة 4 من السلف الصالح، وهم على عقيدة الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. نعم. يقول أحد الإخوة عنده صيدلية لبيع الأدوية ويخرج الزكاة على دفعات ولا يخرجها مرة واحدة، هل عليه شيء؟ إذا كان ما يقدر على إخراجها دفعة واحدة وإنما يقدر على إخراجها دفعات فلا بأس بذلك، لأنها دين في ذمته يؤديه على حسب استطاعته. نعم. ما حكم هذا الدعاء؟ اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. لا أعرف له دليلا أو أصلا يعتمد، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. نعم. يقول ما نصيحتكم للمسلم الذي يعيش هذه الأيام في هذه الفتن؟ نصيحتنا له أن يعتزل الفتن ويبتعد عنها وأن يكثر من الدعاء للمسلمين. نعم. يقول هل على طالب العلم التريث إذا سمع كلام بعض أهل العلم في شخص من الدعاء الموجودين الآن في وسائل الإعلام؟ إذا كان هذا تنبيه على خطأ فلا بأس، يستمع له ويعدل الخطأ الذي فهمه عن هذا الداعي، أما إذا كان هذا من باب الغيبة فلا يستمع إليه. نعم. يقول السائل البعض من الناس يقولون أن المنهج السلفي الموجود الآن هو منهج محدث أحدثه بعض الناس لقصد تجريح الناس وإخراجهم من السنة، فهل هذا صحيح؟ هذا تناقض، كيف يكون منهج سلفي ويكون محدث؟ سلفي سلفي، منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان هذا منهج السلف وليس محدثا، المحدث الذي جاء بعده، أما منهج السلف فهو الأصل. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فمن كان على ما كان عليه الرسول والصحابة هذا منهج السلف وليس محدثا. المحدث هل كلام الباطل هذا؟ هذا هو المحدث. نعم. يقول أيهما أفضل الطواف أم الصلاة على الميت إذا اجتمعتا؟ ما يمنع الطواف ما يمنع الصلاة على الميت،
توقف صل على الميت ثم أكمل طوافك لا مانع. نعم. يقول السائل يريد من سماحة الشيخ أن يتحدثوا عن أهمية التوحيد بالنسبة للمسلم. التوحيد هو الأصل الذي يبنى عليه سائر الأعمال، فالأعمال بدون توحيد لا قيمة لها ولا فائدة منها. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك ضد التوحيد، والمشرك لا يقبل منه عمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط جميع الأعمال، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. فلا بد من معرفة التوحيد، ولا بد من معرفة ما يضاده وهو الشرك. لا بد من هذا. يدرس العقيدة الصحيحة التي هي على منهج السلف الصالح ويعتقدها ويتمسك بها. نعم. يقول السائل ما حكم تعلم علم المقامات في القرآن الكريم ليتعلم كيفية المدود والإدغامات حسب هذه المقامات؟ مقامات هذه من أحداث الصوفية، هذا مذهب صوفي ولا يجعل في القرآن الكريم. يقرأ القرآن ويقرأ القرآن كما أنزل على الوجه الصحيح، ولا يمدد ويمغط ويدبع، لا، تلاوة متوسطة، تلاوة متوسطة مجودة سالمة من اللحن والتلحين. نعم. ما حكم شراء سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذا عقد باطل. الإيجار المنتهي بالتمليك عقد باطل، لأنه ليس إيجار ولا بيع، متردد بين هذا وهذا. والبيع لا يصلح أن يكون متردداً لابد. وأيضاً السيارة يجهل ما تنتهي إليه، ربما تتلف، ربما يحصل فيها عيوب، هل يدرى ما تنتهي إليه حتى تنتهي بالتمليك. تملك إيش؟ ما تدري. نعم. ما هي أفضل الطرق لحفظ ومذاكرة العلم وحفظ القرآن؟ أفضل الطرق أنك تنتظم في الدراسة النظامية في المدارس المعاهد والكليات وتقرأ المقررات، أو تنتظم في حلقات العلماء في المساجد وتحفظ المتون وتحضر شرحها وتوضيحها على العلماء. نعم. أقول نصحنا بعض المشايخ في دراستنا للفقه أن ندرس الفقه على أحد المذاهب الفقهية، ونجد بعض المسائل تخالف فتاوى أهل العلم الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله، فماذا نفعل؟ هل نقدم ما في المذهب أم ما في الفتوى؟ يا أخي الدراسة غير العمل. الدراسة تدرس الفقه على ما هو عليه، أما عند العمل عند الفتوى أن تأخذ الراجح، تعمل بالراجح إذا صار عندك قدرة على الترجيح. وإذا لم يكن عندك قدرة على الترجيح اسأل أهل العلم. أنت الآن تعلم الفقه على أحد المذاهب الأربع، ولا تفتي به ولا تعمل به إلا بعد ما تتأكد من دليله ومستنده. نعم. يقول جوالي فيه القرآن، هل يجوز أن أدخل به دورات المياه؟ لا بس، لأن هذا ليس مصحف. الممنوع دخول الحمام بالمصحف أو ما فيه ذكر الله عز وجل من الكتب أو المصاحف. نعم. أما الجوال وأما المسجل هذا سرير، ما فيه، ما هو مصحف. نعم. ولا فيه كتابة أيضا،
ما في رسالة، إنما في صوت محبوس فقط. نعم. يقول الحديث: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل هذا حديث صحيح؟ نعم صحيح بمجموع طرقه، يعني ورد من طرق كثيرة ذكرها أهل العلم، أو بمجموع طرقه حديث صحيح. نعم. تقول: طالب العلم المبتدئ من أين يبدأ دراسة الفقه؟ ولماذا تنصحونه؟ كما ذكرنا ينتظم في الدراسة إما للمدارس وإما على العلماء، واقرأ الكتب التي مقررة في المدارس أو على المساجد. نعم. هل يلزم قراءة الفاتحة الصلاة الجهرية خلف الإمام وكيف تقرأ؟ نعم، قراءة المأموم خلف الإمام الفاتحة، قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام الأحوط أن يقرأها، ولكن لا يقرأ والإمام يقرأ، إنما يقرأ في سكتات الإمام أو في الصلاة السرية، أما إذا جهر الإمام فاستمع له، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن تقرأها في السكتات. نعم. يقول: هل الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين صحيحة؟ لا، لم يثبت في فضل سورة ياسين وقراءتها حديث صحيح، ورد أن تقرأ على المحتضر ولكن لم يثبت هذا. نعم. يقول: هل هناك أعمال يفعلها الإنسان لكي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ لا تتلف يا أخي، لا تتلف هذا أنك ترى الرسول، اتبع سنة الرسول ويكفي هذا. إن حصلت لك رؤية الرسول أن تعرف صفاته الحمد لله، إذا تحصل ما هو لازم. نعم. عليك بالعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: كيف يعرف الرجل أنه على منهج وطريقة السلف الصالح؟ إذا كان موافقا للكتاب والسنة ودرس عقيدة السلف الصالح المدونة في الكتب المطولة والمختصرات. نعم. رجل كان يؤدي العمرة، فلما أنهى الطواف قدم المؤذن للفجر، فهل يصلي الراتبة ثم الفريضة أو لا يصلي الراتبة ويبدأ مباشرة بالسعي؟ لا، إذا انتهى من الطواف فإنه يأتي للراتبة وينتظر الإقامة، فإذا صلى مع الإمام وانتهت الصلاة يذهب ويسعى. نعم. أقول: ما أسباب الفضول عن الطاعة والتكاسل عنها، وما أفضل عمل أعمله لأنشط في عمل الخيرات؟ هذا يختلف باختلاف الناس، فتور عن العمل والكسل يحصل بعدم الرغبة في الخير أو مخالطة الكسالى، عليك بمخالطة الأخيار، وعليك بتدبر القرآن والسنة تنشط على العمل بإذن الله، وعليك بتعويد نفسك، تعويد النفس، عود نفسك على الخير ولا توافقها على الكسل والفتور، فالنفس إذا عودتها اعتادت على ذلك، وإذا تركتها مع الكسل فإنها تجمع إلى الكسل دائما. خذ على نفسك، خذ زمام نفسك يا نعم. ما حكم الأخذ بالأحاديث الضعيفة؟ هذا من شأن العلماء أو من شأن العوام، لكن العلماء يقولون الأحاديث الضعيفة تروى في المواعظ والتنكير والترغيب والترهيب، لكن لا يبنى عليها أحكام فقهية من حلال أو حرام، إنما تتخذ للتذكير فقط والوعظ والترغيب والترهيب، بشرط أن لا تكون أحاديث موضوعة أو مكذوبة. نعم.
تقول ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرجع من السفر يصلي ركعتين في المسجد، هل المراد بالمسجد الذي بجانب البيت أم أي مسجد في البلدة؟ أي مسجد في البلدة، أي مسجد تصادفه وصله. نعم. يقول ما حكم التحصل على رخصة القيادة من دون امتحان وبدون دفع المال؟ هذه مسألة نظام، عليك بالتزام النظام، لا تدفع رشوة، لا تدفع رشوة لأحد، اترك الرشوة واتبع النظام المنظم لأخذ الرخصة، خليك صادق، لا يكون عندك كذب واحتيال. نعم. هل يجوز للمصلي أن ينظر إلى الكعبة؟ لا، المصلي ينظر إلى موضع سجوده، لا ينظر إلى الكعبة، ما يمد بصره، ينشغل عن الصلاة. نعم. يقول بعد زواجي بسبعة أشهر تركت بلدي وقدمت إلى مكة. نعم. يقول بعد زواجي بسبعة أشهر تركت زوجتي وبلدي وجئت إلى مكة سعيا وراء الرزق، فهل والآن زوجتي غير راضي على وضعي، هل أعود إلى بلدي ولا أحصل على عمل أم أبقى في مكة لأعمل؟ تبقى في مكة لتعمل، تطلب الرزق لك ولها، لكن لا تطل الغياب، يعني تسافر لها بين فترة وأخرى ثم ترجع للعمل. نعم. يقول هناك حجر يباع عند العطارين يقال عنه أنه يوضع في النار فيتقرقع فتتزوج المرأة، ما حكم ذلك؟ هذا كذب دجل، سحر، سعولة، لا يجوز هذا، ويجب أن العطار المعروف بهذا يبلغ عنه، يبلغ عنه هيئة الأمر المعروف أنها عن المنكر، فلا يجوز السكوت عنه إذا كان في بلدنا، أما إذا كان في البلاد الأخرى فأنت تحذر منه وابتعد عنه. نعم. تقول ما حكم تكرار العمرة بعد أن أؤدي عمرة عن نفسي وأعتبر أكثر العمرة عن الأبوان؟ لا بأس بذلك، شيء طيب. تقول حفظت القرآن وأردت السفر لطلب العلم فلم تأذن لي أمي، فبماذا تنصحني؟ إذا كانت أمك محتاجة إليك بقى عندها فيجب عليك أن تبقى عندها وأن تبر بها، أما إذا كانت أمك لا تحتاج إليك فأنت تقنعها بالسفر وتطيب خاطرها وتسافر لطلب العلم. نعم. ما حكم استخدام العطور التي فيها نسبة من الكحول؟ إذا ثبت فيها نسبة من الكحول فلا يجوز استعمالها، لأن الكحول خمر، الخمر حرام ولا يجوز استعماله ولا تداوله ولا بيعه وشراءه، إذا ثبت هذا، أما مجرد الشائعات فلا يعمل بها، الأصل الإباحة. إذا كان الشخص مصاب بالسحر فهل يعذر في جميع أفعاله كالوقوع في الفواحش والتقلب عن صلاة الجماعة وصلاة الفجر؟ ما دام عقله معه فإنه يؤاخذ بجميع أفعاله، يؤاخذ عليها، أما إذا غاب عقله ولا صار عنده عقل، صار مثل المجنون ما عنده عقل، هذا لا يؤاخذ إلا بالإتلافات، إذا أتلف نفس أو مال فإنه يضمن. نعم. تقول السائلة هل يجوز قص وتنظيف الحواجب للمرأة؟ لا، ملعونة من فعلت هذا، من قصت أو حلقت حواجبها أو أخذت شيئا منها فهي ملعونة، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة هي التي تزيل شعر حواجبها، و النامصة هي التي تفعل النمص بغيرها، وأما المتنمصة فهي التي تطلب هذا ممن تعمله فيها، هذا كله لا يجوز، لا العمل ولا المعمول معه هذا الشيء، كلاهما ملعون، كلاهما ملعون.
التي نونست والنامصة التي تعمل هذا وتشتغل به، لأن بعض النساء تشتغل تحترف هذا الشيء، هذا حرام ملعون فاعله. نعم. تقول عندي محل تجاري أبيع فيه فساتين نسائية، ما حكم المتاجرة في هذه الفساتين مع العلم إنها بأنها شبه عارية؟ لا يجوز أن تبيع الملابس غير الساترة، حرام عليك تبيع الملابس غير الساترة، لأن هذا من الإعانة على الشر وعلى السهور وعلى المعصية. نعم. ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟ لا بأس بذلك، ما ورد منع عن هذا. نعم. يقول من وجد شاتين من الغنم في الصحراء هل من حقه أن يأخذهما؟ إذا كان يخاف عليهما، يخاف عليهما من الذئب أو من غير الذئب من يأخذهما، لأن الشاة ما تعيش في البر، قال صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، خذها واحفظ ثمنها لصاحبها. نعم. هل جميع العبادات تضاعف في الحرم وفي مكة أم أن الأمر مقتصر على الصلاة؟ تضاعف الأعمال، لكن النص ورد بالصلاة، وكذلك بقية الأعمال الحرم لها فضل. نعم. من كان مصابا بالمس أو السحر ما هو العلاج؟ العلاج بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة، الرقية الشرعية والأدوية المباحة. نعم. إذا صلينا وتابعنا مجموعة من الجنائز هل يتعدد الأجر على كل جنازة قراط؟ هل عند الله أن صل والحمد لله واحتسب الأجر، وأما أنه يحصل كل على كل جنازة هذا الله أعلم به، أن صل واحتسب الأجر ولا يضيع عند الله شيء. نعم. ما حكم شخص قال في نفسه أنه منزل ثم قال أنه عظيم وفي آخر مرة قال أن عقله يساوي وزن الكون، ما حكم هذا القول؟ سمعتم قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، قال جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، اللي يزكي نفسه هذا دليل على خفة عقله وعلى نقصه، ما يجوز هذا. نعم. يقول ما حكم اللولب الذي تستخدمه المرأة لتنظيم النسل؟ هذا عند الطبيب، إذا قرر الطبيب أنها بحاجة إليه فإنها تعمله، أما أنها تعمله بدون تقرير طبي فلا. نعم. هل يجوز أن نصف الكفار عموما بأنهم أصحاب أمانة وذلك من قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه؟ من جبت العموم؟ الآية خاصة، ما هو أهل الكتاب كلهم بعد، من أهل الكتاب؟ بعض أهل الكتاب، أنت تأتي بلفظ الآية فقط. نعم. تقول رجل كبير جاء إلى العمرة أحرم منذ الحليفة، فلما وصل مكة نزع ملابس الإحرام وذهب يعتمر بالملابس العادية وقال سأدفع الفدية، ما حكم ذلك؟ لا غلط ولا يجوز أنه يعمل إلا إذا كان محتاج إلى تغطية رأسه، محتاج أو لبس شيء يحتاج إليه، فأهله ذلك مع الفدية، وهي مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم. ما حكم الذين يلزمون الناس بتبديع بعض الدعاء وبناء الولاء والبراء على ذلك وهجر من لم يبدل؟ لا تلتزم بهذا ولا تطيعهم بهذا، وأنا ما أنا بريء من هذا ولا معافين الله من هذا ولا أدخل فيه ولا أعرف عنهم شيء. نعم. تقول
يقول من قال أذكار بعد الصلاة خارج المسجد قد يحصل على الأجر؟ إن شاء الله، إن شاء الله إذا جاء بالأذكار كونه يعتبها وهو جالس بعد الصلاة أفضل، وإذا كان للشغل وقام يأتي بها في طريقة أو في أي مكان. نعم. ما حكم تدريس البنات في الجامعات المختلطة؟ وهناك من يقول حتى لا أترك مكان الريف والساق. لا يجوز التعليم المختلط، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لما فيه من الفتنة والشرور، وهذا يجر إلى الفسق. هو يقول أنا ما أترك مجال للفساق، هذا يجر إلى الفسق، يجر إلى الفواحش، يجر إلى الشر. نعم. إذا اشترى البنك سيارة من المعرض وباعها على أقساط عليه، ما الحكم؟ إذا اشتراها من البنك وقبضها ثم باعها عليه ما في مانع، إنه باع ملكه تصرف فيه. نعم. تقول سماحة الشيخ، لماذا تنصحون أهالي ليبيا وأهالي الدول التي تعاني من الفتن؟ أنصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والدعاء، والدعاء لهم ولإخوانهم بالنصر والتأييد، ننصحهم بذلك، تجنب الفتن مهما أمكن، تجنب الفتن واعتزالها مهما أمكن. نعم. تقول السائلة، هل يجوز للمرأة أن تلبس القصير والبنطال في الصلاة؟ لا يجوز أن يبدو أو يظهر من المرأة شيء في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، وإلا فكلها عورة في الصلاة لا يظهر منها شيء. نعم. ما كفارة شبه العمد؟ مثل كفارة الخطأ، كفارة شبه العمد والخطأ واحدة، وهي عتق رقبة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. هل يجوز لي أن أطلق زوجتي التي تكره والدي وإخواني وأخواتي؟ إذا كان في هذا مفسدة تعتدي على والدك أو خواتك، يحصل منها اعتداء أو أذى، إن طلاقها أحسن إن لم تمتنع من هذا. نعم. شخص نام وبعد أن استيقظ من نومه توضأ وصلى، وبعد الصلاة رأى أنه جنب، فما حكم الصلاة؟ هل عليه إعادة؟ نعم، بلا شك عليه إعادة، لأنه صلى وعليه جنابة ونسيها، فلا بد من أن يغتسل ولا بد من إعادة الصلاة، لأن صلاته الأولى غير صحيحة. نعم. والنسيان ما يسقط، ما النسيان ما يسقط الواجب، الواجب لا يسقط بالنسيان. نعم. هل يجوز أن أؤدي العمرة وأنويها لفقراء المسلمين؟ العمرة لواحد، ما تكون لعدة، تنويها لواحد من المسلمين ولا تكون لعدد. نعم. من أدى العمرة أيضا هل عليه طواف وداع؟ الأحسن والأفضل نعم أن يطوف للوداع، وإذا لم يطوف فليس بلازم. نعم. يقول من طواف التطوع، هل تلزمه صلاة ركعتين خلف المقام وإن كان في أوقات النهي؟ اللزوم ما تلزم، ركعة الطواف سنة ما هي بلازم عند جمهور أهل العلم، ومكانها عند المقام إن أمكن أو في أي مكان من المسجد الحرام، من العروقة أو الدور الثاني أو الثالث أو حتى خارج المسجد داخل الحرام لا بأس. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من الجوال؟ لا، الحائض لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة، إلى خشية أن تنسى القرآن، خشية أن تنسى القرآن تقرأ، يجب بقاء القرآن في ذاكرتها وحفظها. نعم. عندما أو كذلك باح لها قراءة القرآن في الامتحان إذا خشيت أنها
يحصل عليها رسوب في الامتحان ولم يسمح لها ترسب في القرآن فاقرأ بحاجة. نعم. أقول عندما أقوم بدفع صدقة فإني أجعل النصف لأمي والنصف الآخر لوالد الميت والباقي لي ولمن أشرك في الصدقة، هل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك. صدقة التطوع لا بأس أن تشرك فيها.